أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. بعد حادثة الطفل الذي توفي البارحة بطلقة بارود طائشة خلال عرس في سيدي عيسى بولاية المسيلة، ها هو شاب آخر في مقتبل العمر يذهب ضحية هذا التصرف المتهور في عرس آخر بولاية بسكرة رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته. إن لله وإن إليه راجعون.